أنا عفته بيض الله وجهه. أنا بالنسبة لي لما أني عارضت الخط فما بسمع محمد عبده ولا بسمع أم كلثوم. إن كان أني الشيء ذا يعتمد على النفسية ذيك اللحظة. إن كان أني في غاية الطرب والأنس والسعادة ها. سمعت أم كلثوم. وإن كان أني خاطري ما حتى هو بزين جدا لا ميلتها على ابو نوره يا عاش يا نوره النغمات النغمات لو من غير الكلمات النغمات تخلط. ابو نوره هو احب فنان عندي واكثر فنان احبه. لماذا ليه هن انت بتعطينا معلومه اكيد انا يعني لو بتكلم بعرف اتكلم بس انت ليه عجبك ابو نوره بالذات؟ لانه في نظري تناول جميع اغراض الفن وامتع واطرب فيها ووصل تقييمه في نظري وفي رايي المتواضع 10 من 10 سواء في الشعبيات ولا في الكلاسيكيات ولا في الموالات ولا في اي نوع من انواع الغناء تطرق له محمد عبده. عندي انا وفي رايي انه وصل الى مرحله 10 على 10 وعندي انا ان الالحان اللي فيها طبقه قرار او طبقه جواب انه يصل فيها 10 على 10 ينجح ورجل ناجح بكل المقاييس. لكن الأفضل في نظري ما هو محمد عبده. أيوة في نظري كل الكلام ده اللي أنا أقول له عن محمد عبده هي محبة طبعا من ده يعني. لكن الأفضل في نظري في عالم الفن هي أم كلثوم. إيه يا سلام ما غنى لا قبلها ولا بعدها. يا رجل أم كلثوم أذكر فيه أغنية اسمها رباعيات الخيام. الخيام هو رجل من فارس مضبوط حلو. وقال له كلمات فارسية ما تمثل العربية بأي صلة. وكان في شاعر في زمن أم كلثوم اسمه أحمد رامي راح وترجم الكلمات إلى كلمات باللغة العربية الفصحى مترجمة من الخيام. يا سلام. فسماها رباعيات الخيام. جاك رياض الصنباطي دخل على الخط قال أنا بلحن الكلمات دي وعلمها ترى عند أم كلثوم عقبة. يا سلام. قال أحمد رامي ما نزيد في الحبل إلا واصله. غنت أم كلثوم سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف الحب. بيض الله وجه لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. غد بظهر الغيب واليوم لي فوكم يخيب الظن في المقبل. ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق. أفق خفيف الظل هذا السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب املأوا نادى من أفق خفيف الظل هذا السحر نادى دع النوم وناغ الوتر فما أطل النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السحر. يا سلام هذا من الإبداعات والأشياء الجميلة اللي لم كنتم أرحب يا سالم. والله يا ربع رحنا يم الديرة أي لكنه مقطوع يقولون جيتها جيت المحطة عاش. اللي على طريق حيه وحي ما جاء. لا والله لقيت ابو عزارم ها لقيت ابو عزارم اه وي وين بجيت انا بجيتك سيارتك تقهوى تقهوى مصيح وانت توك جاي من الديره خلينا ترتاح بعدين والله باقي ما حقنا حاجه احنا بزينها وبجيكم شوف انسان البريد طارب حولك ابشر طال عمرك اي عندي لكم شاهي نعناع وش عندي لكم شاهي نعناع ما عليه تعال بس يا قوم يا مصيح هاي والله هاي مصيح مصيح صيوح ها صيوح صيح والله هذا يقول كذا هذا مصيح هذا اللي ما خلى فيض في المطب مصيح بجي ما خلى نازية المرة قاعد شو نسمي انا وياك بنتخاوم من الرياض على الشاصة وبنجي شو نسمي الشاصة الشاصة ليه ما تدلع ما جلف هذا مصيح يستاهل بعد حجله اكورد تراب خمسيار رتبته اكورد يا ربع ها انا بنت خاوة على اهل لك حلا سلام انا ويا ذا نطبخ لنا حاجه الحين وانا كم الساعه يا ربع باقي يا طويل العمر 10 دقائق على كلام اليوم شخص بدك تسمي قرناش قرناش سمي قرناش انا ودي كان مصيح تقول ملبي مثلا يعني كانك بس لا قرناش قرناش ما بنجيك انا ويا دورنا غير قرناش دورنا غير قرناش النبا الرابي والله العظيم اني اغلي غلط اكيد مو انه يعني قديم مو ترقدي سري قديم نشوف لكن ما يقول لا رجع والله ما يقول لا مسري ها وش تهز احنا نسمع لنا الردح خلي الردح مسري ايش رايك في الاسم ذا
كان هذا ثبت ترى ماني برايح وياك الا ما اسرع لك حيلان نسيت الليل بس بسري ما فيها يا ربع يا هالشاصات ودي بشاص يسريني قال يوم تسميه زابن او مزبن مزبن بس مزبن مزبن مسري مسري يا ذا تدور اسمه مصيح ماركة احنا بندورنا ماركة تنحل ومصيح طلعت علي اغنية محمد عبدي ونقول ساري الليل كله يا غالي مسري مسري ابغى راح اشتري لوحه مسري عن الخافق سلام ردي علي يا همسه العاشق صب لي هذا صوتي ده طفى مسجل ولا خذي مني لي لا والله عربي عربي يجيب الحان في العمر افرش لك القمره وذوب لك وذوب لك قمر واسمعك صوت النسيم واعطر ايامك ايامك واعطر ايامك زهر ترى هي طبيت القصيد.